مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج الموسوعة القانونية. طبعا اليوم احنا نستقبل جميع مكالماتكم وأسئلتكم القانونية وعلى الهواء. اليوم احنا على الهواء، وطبعا الاتصال يكون على الرقم المدون بأسفل الشاشة، وأحب أن أعيده اللي هو 248-957-8310 أو بالإنجليزي 248-957-8310. طبعا أحب أن أبدأ البرنامج اليوم إلى أن تجينا المكالمات بموضوع جدا خطير صراحة للمواطنين اللي معاهم بطاقة السكن المؤقتة أو الدائمية صراحة اللي ما يدعى بالجرين كارد. فالموضوع اللي حبيت شوية أتطرق عليه هو موضوع الجريمة والترحيل، and في كثير من الساكنين في أمريكا اللي ما يفهمون بالقانون ويتورطون بمشاكل، حتى يمكن تكون مشاكل بسيطة طفيفة، بس يشوفون نفسهم بعد فترة أو ما معرضين إلى قضايا للترحيل، لأنه ما كان يعرفون القانون، ما كان يفهمون، والمحامي اللي يمثلهم محامي الإجرام أو محامي الدفاع ما يعرف بقوانين الهجرة، فيتورطون في كثير من الأحيان يتورطون بإقرار بالذنب أو وهكذا. فاللي أريد أركز عليه بأنه أي شخص يتورط بمشكلة قانونية، مشكلة إجرامية بأي نوع كانت، حتى لو بفكرة أو الناس قايلين بأنه مشكلة جدا طفيفة وبسيطة، نصيحتي بأنه ما عدا محامي الدفاع لازم تروح تسأل محامي هجرة بأنه هل هذه القضية راح تأثر على سكني وإقامتي في الولايات المتحدة الأمريكية، وشنو هي العواقب قبل ما الإنسان يقر بالذنب ويتورط. طيب ناخذ اتصال من أم مصطفى من كاليفورنيا. مرحبا أم مصطفى، تفضلي أنت على الهواء. ألو مرحبا، شلون صحتك؟ معك أهلا وسهلا، أشكرك عزيزتك، كل الزينة حبيبتي، الله يخليك يا ربي. أقول ما أدري، أنا عندي سؤال، بنتي ماخذة الجنسية سيتيزن وزوجها بالعراق حابة تجيب هنا، فهي كملت كل الأوراق المطلوبة مدعتها هنا، حتى الكفيل همين سوته، وزوجها قابل هناك بالسفارة الأمريكية ببغداد، وشنو كان شوية عدة فد نقص، ما أعرف صور او فاتوره مع التليفون يطلبوا من عنده، وهم دزينا عائله، ومن 12/4 هاي السنه لحد الان بعد ما جزونا اي خبر. اوكي، هو قابل من شهر ال 12 وبس قالوا له زودنا بالمعلومات، ولي حد الان ما انطوله جواب، صح ام مصطفى؟ بالضبط. طيب وزودهم بالمعلومات بالفتره المعينه اللي نطول هي. اي بسرعه، بس قال لنا هو دز لنا خبر، قالوا هيك طلبوا من عندي، فاحنا منا ودينا لهم كل الاوراق اللي طلبوها، هم صور اضافيه مع زواجهم والفاتوره مع التليفونات اللي كانوا يحجون مع بعض. اوكي، فهذه كلها قدمها بوقت معين. طيب حاول ان يراجعهم باي طريقه او ما حتى ينطول الفيزا ماله؟ هو قالوا لا انتظر واحنا نخبرك على مود الفيزا، بس احنا هنا دزينا ايميل لهم قلنا لهم يعني لحد الان ما سمعنا خبر، لحد الان هم ما استلمنا اي جواب. اوكي، اللي كنت راح اقترحها عليك يعني عزيزتي فلوس. طيب اللي كنت راح اقترحها عليك، اكو ويب سايت خاصه هي زوجته تقدر تدخل عليها، تدخل كل معلومات القضية اللي وتطلب من عندهم شنو الديلي، يعني شنو الشيء اللي مأخر القضية، وتقدر تشيك على القضية. أكو ويب سايت خاصة هسه هي ما موجودة عندي، بس إذا من قبل ما تسدي التلفون تنطين للمخرج
رقم تلفونك واسمك، نقدر نتصل بيك ان شاء الله بكره وننطيلك الويب سايت اللي هي تقدر تدخل عليها وتشيك القضيه وين واصله وشنو المشكله. بس خليني هم يعني اي يعني ماكو اي مشكله ام مصطفى، عفوا احتمال يعني احتمال الويت مالته هسه احتمال رفض او يعني لا عزيزتي مو شرط ابدا. وبالمناسبه همين خليني احكي بهذا الموضوع، طبعا هو مو الشخص الوحيد اللي مقابل وما نعطيله جواب، فاكو عده احتمالات اللي احب ان يعني اقترحها عليك، مو اقترحها بس احب ان اعلمك بيها، بانه اذا الخلفية ماله يسموها الباكراوند تشيك، إذا الخلفية ماله ما جاية كلير، يعني إذا ما واصلت لهم خبرية من وزارة الخارجية في واشنطن دي سي بأنه هذا الشخص ماكو عليه أي مشكلة، ما راح ينطوله الفيزا. وهو مو الشخص الوحيد اللي هذا دي يعاني ودي يمر من هذا التأخير الغير معقول. طبعا هي قلت لك هذه إحدى الأسباب، بأنه يقول لك احنا ليس ما مستلمين الباكراوند تشيك ماله، هاي وحده. اثنين، لا تنسين انت هسه الاوضاع في بغداد جدا تعيسه، واني حسب ما شيكت مؤخرا تقريبا قبل شهر اعلمونا بانه هسه جميع الخدمات مع السفاره الامريكيه في بغداد موقفه على مود الأوضاع الموجودة حاليا والتهديدات والخطورات، وكثير من الناس ما يقدرون يروحون يستفسرون وين وصلت المعاملة، كثير من عندهم اللي حتى يريدون يقدمون مقابلة لو يدزوهم الأربيل لو يدزوهم البصرة، هناك أكو قنصلية بالبصرة وأكو قنصلية في أربيل، فهي أكو عدة أسباب اللي تأخر المعاملة وكثير من العالم يعانون. وإحنا دنظل نشيك لأن أماني عندي كثير من المعاملات دنظل نخاطبهم، والجواب بأنه حاليا أكو خدمات جدا محدودة موجودة ومو جميع الخدمات مفتوحة من قبل السفارة، وإذا ما يجينا الخلفية تكون كلها واضحة وكلير الباكراوند تشيك ما راح نعطيكم فيزا، وقعدوا وانتظروا. فمع الأسف ما أقدر أنطيلك فتح القطعي بأنه اتصلي بكذا مكان، هم بكيفهم شو وقت ما ينطوها الفيزا ينطوها، بس إذا ما جاي لرفض فأنت يعني تأملي بالخير، لأن إذا كانوا يريدون يرفضوا كان رفضوا من أول يوم. وأنتوا إذا شخصيا تعرفون ماكو أي مشكلة عليه الرجل وما عنده أي مشاكل قانونية وما عنده مخالفات سابقة مع الإميجريشن، إن شاء الله ما بيها الخير. بس أترجاك أم مصطفى لما ياخذ المكالمة المخرج انطيله رقم تلفونك حتى أزودك بهذه الويب سايت، وإن شاء الله بالحلقة القادمة أجيب وياي هذه الويب سايت ونعرضها على الشاشة حتى جميع الناس اللي عندهم قضايا بعدها واقفة بالسفارة الأمريكية في العراق حتى يشيكون عليها، وما يحتاج لا محامي ولا أي شخص، مجرد يقدرون يبعثون إيميل ويشوفون وين وصلت القضية. نخلي محامي بس بعد ما نبهتين على هاي الشغلات وهاي، الحمد لله ان شاء الله كل خير. هو يعني عايش بالبصره يقدر يعني يزور السفاره هناك؟ هاي خوش فكره عزيزتي، اذا عايش بالبصره لان القنصليه بالبصره مفتوحه. الاسبوع الفات انا تكلمت معاهم وقالوا لي احنا يعني خدماتنا مفتوحه ودنحاول نمشي اللي نقدر عليه، اللي ببغداد ما يقدرون يمشون، كثير من الناس طلعوا من بغداد راحوا للبصره حتى بس يمشون معاملات، ف يعني ما راح يتأذى. وأنصحك بأنه تقترحون عليه يروح هناك نعم في القنصلية في البصرة ويسألهم إذا هم يقدرون يزودوا بمعلومات ليش واقفة المعاملة، شنو التأخير، شنو السبب. هو أحسن يحصل معلومات على معاملته من أنتوا بس مجرد تشيكون على الويب سايت ان شاء الله، لانه هو حتى الباكجراوند مالته كثير، لانه ما عنده اي الحمد لله ما عنده اي شغلات، كل الزين ويا الامجريشن لو ويا اي مكان كل الزين. فتفائلي بالخير وخلي روحي تشيك وياهم اي وقولي الله كريم إن شاء اوكي الله. اشكرك ام مصطفى، بس لا تسدين الخط عزيزتي حتى المخرج ياخذ رقم تلفونك. طيب عندنا مكالمه ثانيه من ماجده في فيرجينيا، تفضلي عزيزتي انت على الهواء.
ماجدة تفضلي على الهواء انت. اهلا مرحبا. اهلا وسهلا ماجدة. انا عايز اسالك بس بعرفش اتكلم عربي كويس، هو زوجي حيتكلم معاكي بالعربي. اوكي تحبي تتكلمي بالانجليزي؟ Would you like to speak in English؟ نو انا عايز انا ما بفهمش اللغه المصريه كثير، يعني هو بيفهم كثير. طيب اعطيني أوكي. زوجك تفضلي. اوكي اوكي اسم الزوج رجاء. مرحبا. اهلا مرحبا. مرحبا اختي، شو اخبارك؟ الحمد لله نشكر الله. الاسم يعني الكريم عزيزي. اسمك؟ انا اسمي عبدو. انا زوج مجدة. اهلا وسهلا عبدو، تفضل بالسؤال عبدو. الله يخليك. المدام عندي اخذت الورك بيرميت هذه على تقريبا شهرين. نعم. وبعدين لما راحت باش تغير الاي دي تبعها من ميريلاند على فيرجينيا، بعدين ما حكوا لها ما بيقدروا يغيروا لها اياها يعني بالورك بيرميت. شنو اللي ما يقدروا يعني يغيروا؟ العفو السؤال ما عم بفهمه. سو هي قدمت على الورك اوثرايزيشن اللي هي ورقه العمل، والسؤال شنو؟ نعم تفضل سيد عبدو، تفضل بالسؤال. لما هي كان لما قدمت على الاوراق، وبعدين لما هي من عند الاي دي من ميريلاند، بعدين لما جاها الورك بيرميت حبت تغير الورك الاي دي تبعها من ميريلاند على فيرجينيا، حيت هي الاقامه تبعها في فيرجينيا. لما راحت الدي ام في ما حبوا يغيروا لها اياها. طيب ما قالوا لها شنو السبب؟ يعني قصدك انت. طيب خليني اسالك، لان انت تسالني على الدرايفرز لايسنس اكيد صح؟ اوكي، فالسؤال لك عبدو بانه هي لما استلمت الورك اوثرايزيشن انت قصدك من دائره الهجره صحيح؟ يا yeah. طيب فاستلمت من دائرة الهجرة الورك اوثرايزيشن، وبالمناسبة هذه الورك اوثرايزيشن هي سارية المفعول في كل أنحاء أمريكا، فما إلها علاقة في إجازة السواقة، ما إلها كل علاقة نهائيا. فبس مجرد تغيير العنوان أنت قصدك حبت أن تقدم على درايفر لايسنس من فيرجينيا إلى ماريلاند؟ لا، من ماريلاند على فيرجينيا. من ماريلاند على فيرجينيا. طيب ذكروا السبب ليش ما يحبوا أن يغيروها؟ ياح صحيح. شنو السبب عزيزي؟ والله حكوا لها الورقة لسه مش مزبوطة، يعني بدك واحد الورقة أخرى، يعني مش كاملين وراقك علشان غيروها. طيب ففي متطلبات، بس مو رفضوا لأنه عندها ورقة عمل اللي هي استلمتها من كانت ساكنة في فيرجينيا. فاللي أحب أن أوضح لك السيد عبدو بأنه أي شخص يستلم ورقة عمل اللي هي الورك أوثرايزيشن اللي هي تشبه مثل الدرايفرز لايسنس وعليها صورة الشخص، هذه ما عليها عنوان أبداً، هذه سارية المفعول في كل أنحاء أمريكا، كل 50 ولاية سارية المفعول. بس المتطلب من قبل دائرة الهجرة اللي هي واجبها من تنتقل من عنوان إلى عنوان ثاني، حتى لو كانت من ضمن الولاية، إن كانت في فيرجينيا وتنتقل إلى فيرجينيا أو تنتقل إلى ماريلاند، المفروض أن تخبر الإيميجريشن بأنه هي انتقلت وعدها تغيير عنوان. بعدين هي لازم تروح على الدي ام في اللي يعطوها الدرايفر لايسنس وتشوف شنو هي المتطلبات وتكفي المتطلبات. فهمت عزيزي؟ هل هذا جواب على سؤالك؟ فهمت عليك. في سؤال ثاني. نعم. الله يخليك. سؤال ثاني اللي عند الانترفيو في الاكتوبر 2nd. طبعا مقابلة للشنو بالضبط؟ المقابلة انترفيو على الجرين كارد. طيب فانت قدمت لها معاملة سحب؟ يا انا انت لانه معاك جنسية صح؟ يا. طيب فعندها مقابلة على الجرين كارد عن طريق الزواج. طيب تفضل. يس يس كوريكت. نعم تفضل السؤال. في اكتوبر 2nd عندها انترفيو، الجواز السفر تبع البلد من
من المغرب. نعم. لسه مش موجود يعني، لسه مأخر في المغرب يعني. طيب شلون دخلت لأمريكا؟ شلون دخلت لأمريكا إذا ما عندها جواز؟ لا عندها الجواز بس هو خلص يعني في الإكسباير. طيب سيد عبدو، لغرض المقابلة المفروض تجيب معاها الجواز اللي دخلت عليه إلى أمريكا، مو شرط أن تجلب معاها الجواز الجديد، المفروض تجلب الجواز اللي دخلت عليه إلى أمريكا حتى تثبت بأنه دخلت بطريقة شرعية، عرفت شلون؟ فهذا هو الجواز اللي موجود عليه الفيزا التأشيرة والطمغة الستامب اللي دخلت عليه إلى أمريكا، هذا الجواز المطلوب في يوم مقابلة الجرين كارد. أوكي عزيزي، هل هذا موجود؟ هل هذا موجود؟ لا ده الجواز اللي هي كانت دخلت في الأول بالفيزا، وبعدين لما حبت خلص المدة هي 10 سنين هو هون في البلد، ولما خلصت المدة تبع الجواز يعني expiration date عند المقابلة في أكتوبر الثاني، لما راحت هي تغير البطاقة التعريف الوطنية تبع المغرب تأخرت عنده في المغرب. طيب يا أخي خليني بس أجاوبك، لأنه إذا الجواز اللي دخلت عليه لأمريكا مع التأشيرة ما موجود يوم المقابلة، هذا رح يسبب لكم تأخير، لأنه هذا الشيء هو إحدى المتطلبات. بصراحة لما قدمت أنت المعاملة إحدى المتطلبات أن يكون نسخة من الجواز موجودة مع المعاملة، والجواز الأصلي يكون موجود في يوم المقابلة. يعني أنتوا عندكم تقريبا 3 أسابيع أن تحصلوا الجواز الأصلي. إذا ما أجى الجواز الأصلي في المقابلة أكتوبر 2 راح يأجلوا لكم المقابلة وما راح تستلم الجرين كارد إلى أن تزودوهم بالجواز الأصلي اللي دخلت فيه مع تأشيرة القانونية. ولو مثلا الجواز راح على المغرب علشان يصلحوا واحد جديد ثاني، يعني مش عارف أنا كيف عزيزي، ولا أنا أعرف أجاوبك شلون تحصل جوازها من المغرب. سؤالك بأنه هل هذا راح يأثر على المقابلة أكتوبر 2؟ والجواب نعم راح يأثر، فأنت المسؤول أن تزودهم بالجواز المكان المفروض أن تبعثوا الجواز للمغرب. على كل عزيزي فأتمنى لكم الحظ. عندنا اتصال ثاني من شكرا. أهلا وسهلا سيد عبدو. أوكي، عندنا مكالمة من حسن من نيويورك، تفضل عزيزي، تفضل أنت على الهواء. مرحبا أختي. أهلا وسهلا. أشكرك. تفضل حسن. إيه نعم أختي العزيز. أختي العزيز أنا عندي زوجة ثانية مطلقة وعندها 3 أولاد وياها، وهي رايحة عن طريق الهجرة الغير شرعية عبر الحدود إلى تركيا. فعندها جهال صغار 2 وياها، عند صاير عندهم شوية حالة نفسية مقلقين، دائما يذكرون يذكرون وين أمنا بيا، مثل ما يقول يعني بيا وقت أمنا تجي بعد شهر شهرين 3. كل مرة دا أحاول أقنعهم فما أدري بيا طريقة أسحب أمهم يعني أجيب لهم هنا حتى أخلص من هذه المشكلة. طيب انت قلت انت هذه، لان انت قلت لي زوجتي ومطلقه، فمدى افهم هل انت متزوجها ولا انت مطلقها؟ اي نعم وعندها اولاد. اي نعم شنو عزيزي ما جاوبت على سؤالي، هل انتم متزوجينها ولا انتم مطلقين؟ احنا مطلقين. مطلقين، فانت ما راح تقدر تسحبها. طيب بالنسبه لاولادها هل اعمارهم تحت ال21 او بعد ال21؟ أعمارهم تحت 21، 4 سنين و3 سنين و17 سنة. يا مع الأسف هذولا ولا واحد من عندهم يقدر يقدم لها معاملة سحب، ولا أنت تقدر تقدم لها معاملة سحب، لأنه أنتوا مطلقين غير متزوجين. والطريقة الوحيدة اللي تقدر تعجل لجوءها هنا، من العفو مو لجوءها، مجيئها إلى الولايات المتحدة إذا أحد من أبنائها سحبوها، لأنه هي تعتبر أم درجة أولى. بس المشكلة وين؟ بأنه الطفل ما يقدر يسحب
أمه أو أبوه إلى أن يوصل عمره 21 سنة. فهذه عندك مشكلة، ولا حدا من أطفالها يقدروا يقدموا له معاملة سحب إلى أن اللي عمره 17 سنة يتم عمر 21، يعني باقي له 4 سنين. فهي إذا موجودة في تركيا، شنو أصلها بالمناسبة؟ الأم، أم أطفالك، شنو أصلها؟ جنسيتها، شنو جنسيتها؟ نعم، جنسيتها عراقية. طيب، فجنسيتها عراقية، إذا تقدر تروح أن تقدم هناك كرفيوجي. وطبعا أصلا ما أقدر همين أقدر أملك بأنه هذا الموضوع رح يمشي بدرجة سريعة، لأنه مع كل الأسف من الأوضاع المؤخرة اللي حدثت من شهر السادس، كثير من الناس نسحوا إلى تركيا، يعني هربوا إلى تركيا، وفي تسجيل باليونايتد نيشنز، وعلى ما يوصل دورها. ما عندي حل ثاني عزيزي أن أقدر أقترحه عليك حتى توصل هنا بطريقة جدا سريعة، مع الأسف. أشكرك. نعم، عن طريقة United Nation ولا عن أي طريقة، مثل ما يروح يسجل اسمها، هم صارت تفايل الأحداث مال الموصل، هم هجرت وياه. نعم نعم، هو هذا اللي أنا دا أقترحه عليك، بأنه تروح تسجل. إذا هي تأثرت بأحداث الموصل، إذا كانت ساكنة في المنطقة، تروح تسجل هناك في مكانات خاصة من قبل United Nations. وبعدين خليني أذكر شيء ثاني سيد حسن، طبعا كثير من الجمعيات الخيرية والمنظمات، كثير من عندهم دا تشتغل في مشكلة، هذه المشكلة التعيسة، المشكلة الإنسانية التعيسة اللي دا يعانون بها المواطنين اللي كانوا ساكنين بالموصل وشمال العراق والقرى. فدي يحاولون أن يوجدون لهم حل، لو يفتحون United Nations في أربيل، أو يفتحون فرع معجل في تركيا. فدي يشتغلون بالمشكلة، دي يشتغلون بيها. بس اليوم هل أقدر أقول لك أكو حل سريع؟ اليوم ما في، بس لا تفقد الأمل إن شاء الله، لأنه كثير بالألفات عالم يعني فقدوا بيوتهم ووضعهم كل وضعهم فقدوا في أماكنهم، يسموهم displaced، يعني طلعوا من أماكنهم إجباريا طلعوا من مكاناتهم. فدي يحاولون أن يلقوا لهم حل. فهل هذا الحل راح يصير بالمستقبل العاجل؟ نقول إن شاء الله، وظل أنت تابع الأخبار. وأشكرك عزيزي على المكالمة، أتمنى لكم الحظ. طيب، معانا مكالمة أخرى من الأخت رنا من كاليفورنيا. تفضلي رنا، تفضلي، أنت على الهواء معانا. مرحبا أخت إيمان. أهلا وسهلا رنا عزيزتي، بشوية علي من الصوت حتى نقدر نسمعك، صوتك بعيد. بليز، أنا رنا واصل. نحن أجينا من سوريا من نعم. حوالي سنة جينا فيزا سياحة لهون، وبعدين قدمنا هون، ما قدرنا نرجع لسوريا بتعرفي بسبب الأوضاع نعم. الحرب. نعم، رجعنا قدمنا لجوء هون. نعم، انت قدمتي لجوء في كاليفورنيا؟ بكاليفورنيا، يا وهذا طبعا احدى المكاتب اللي عليها زخم تقريبا اكثر من سنة ونص الى سنتين. فاني متاكده أيوة. الى حد اليوم، انا ما بعرف انت شو وقت قدمتي، بس متأكدة لي حد الآن يمكن ما عملوا لك مقابلة، هل هذا الكلام صح لو لا؟ نحن لا، الحمد لله نحن أخذنا، يعني قدمنا بأكتوبر وأخذنا اللجوء. أو أكتوبر السنة الماضية. أكتوبر اللجوء. بس حابة أسألك يا ملي معروف، إنه نحن أيمت فينا نقدم على الجرين كارد؟ طيب، سؤال جدا معقول حبيبتي. من تاريخ إصدار الوايت كارد، يعني أنت هسه معاكي وايت كارد اللي يسموها I-94، هو أيوة. كارد أبيض عليها صورتك أنت، إذا تشوفين أيوة. عليها تاريخ الإصدار، فخلي نقول على سبيل المثل أكتوبر 1، يعني 1/10/2013، إلك حق أيوة. تقدمين بالضبط سنة بعد تاريخ الإصدار، يعني أكتوبر 1 2014 هالسنة.
فانت من تاريخ الوايت كارد لا تقدمين حتى ولا يوم قبل، بالضبط تكملين 365 يوم وتقدمين على الجرين كارد انت والعائله كلها. ايوه نعم. اوكي طيب فيني اسال سؤال ثاني؟ تفضلي يا عزيزتي، تفضلي رنا. في اختي كمان اجت من السعوديه. نعم. هي كمان هن سوريه يعني، واجوا من السعوديه لهون وكمان سياحه، بس هن كمان قدموا لجوء لانه ما بقى فيهم يرجعوا لا للسعوديه ولا لسوريا. نعم. بس هن قدموا بالشهر الاول كانت المقابله تبعهم، بس لهلا ما في يعني ابدا اي جواب او اي شيء. يعني فيهم في مجال واحد يسأل عن وين صارت معاملة. نعم عزيزتي، وهل المكتب اللجوء المسؤول على قضية أختك هل هو أنهايم؟ هل تعرفي إذا أوكي، هل المكتب اللجوء المسؤول على قضية أختك هل هو أنهايم؟ هل اسم المكتب أنهايم؟ منطقة هي في كاليفورنيا موجود فيها مكتب اللجوء، هل هو في أنهايم؟ والله ما بعرف يعني. ما بتعرفين يعني؟ طيب ما هل هي قدمت في لوس أنجلوس، لو سان دييغو، لو سان فرانسيسكو؟ في نفس المكان اللي احنا قدمنا. أنا بس أسستي، أنا ما بعرف أنت وين قدمتي، فأنت قولي لي وين قدمتي. بكاليفورنيا بلوس أنجلوس. في لوس أنجلوس. طيب أنا هسه فهمت، فمكتب اللجوء اللي هي راجعة على يعني معاملتها هو في أنهايم، وأنا مثل ما خبرتك لما بلشتي بالسؤال بأنه مكتب اللجوء أنهايم وشيكاغو هذول عندهم زخم فظيع بالمعاملات وكثير في تأخيرات بالمعاملات، فهو الذنب هي مو ذنبها، بس هم ما عندهم كادر كافي حتى يعطي القرارات بسرعة. فأنا كثير متعجبة أنت مثلا قابلتي في يعني العام وأخذتي القرار العام، لأنه عندهم زخم. أخذنا القرار بعد تقريبا المقابلة بشهر، أعطونا القرار بشهر. أنا أقول لك أنت إنسانة جدا محظوظة، لأنه هذا الشيء أصلا يعني نتمناه إحنا كل المحامين وكل الناس اللي قدموها في أنهايم، هذا من إحدى المكاتب اللي عندهم زخم فظيع جدا، لأنه ما في عندهم كادر ضباط كافيين. فهل هي لحقت تسأل؟ نعم 100%. وبعدين يقولوا لها بأن كل 3 أشهر لها حق تسأل، لو بالإيميل، لو بالرسالة، لو بالتلفون، أو شخصيا تروح على المكتب وتعطيهم الوصل، رقم الوصل، تقول لهم أريد أعرف شو اللي صار بالقضية، ويعطوها الجواب عزيزتي. أوكي شكرا. هل هي كان معاها محامي مثلها أو كان هي راحت لوحدها؟ كان معاها محامي. طيب نفس المحامي اللي أنا مثلنا نحن هو كمان كان معاها. طيب فالمفروض المحامي تبعها هو يسوي لها المتابعة أو يزودها بالمعلومات حتى تعرف شلون تتابع على القضية، وأنا أنصحكم أن تظلون تتابعون كل 3 أشهر حتى لا ينسوا القضية ولا ينسوا الموضوع. أشكرك رنا على المكالمة وأتمنى لكم الحظ عزيزتي. طيب معانا الأخ سعيد من فيرجينيا. أوه. تفضل أخ سعيد أنت على الهواء. شكرا يا أختي العزيزة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخ سعيد. يا أختي وشكرا جزيلا على البرنامج الطيب، ونتمنى التوفيق والنجاح للبرنامج. أشكرك عزيزي، أشكرك على الكلمات الحلوة، وأنا أشكركم على المتابعة وعلى مكالماتكم وعلى جميع أسئلتكم، شكرا. طيب أخ سعيد عندك سؤال عزيزي؟ أي نعم عندي سؤال. أنا بنتي هي جنسية أمريكية. نعم. وبده يعني ابن اخي يعني تقدم لخطوبته. طيب ما هي الاجراءات اللي نعمل من شان هو يجي لهنا لامريكا من شان نعمل الخطوبه والاجراءات؟ يعني هذا السؤال الاول. طيب خليني اجاوبك عزيزي. الابن اخوك هل هو موجود في اليمن؟ اخ سعيد هل ابن أيوة. أخوك موجود في اليمن؟ في اليمن. طيب أوكي، أول إجراء اللي لازم تتخذه بأنه طبعا بنتك قديش عمرها البنت؟
لأن هاي شغلة ضرورية. طبعاً 23. كل زين. فلازم تروح هي تسافر إلى اليمن. لازم يتم الزواج في اليمن. تعملون جميع المراسيم الرسمية. يعني مو بس تعملون زواج ديني. لازم يكون زواج شرعي رسمي مصدق من قبل الحكومة. بعدين بعد ما الأوضاع في اليمن سيئة وفي مشاكل. نعم. وإحنا نشي نعمل فقط إجراءات خطوبة. ما قد بدناش نعمل زواج يعني. طيب فأنتوا بس مجرد تريدون فهمتك تريد تعمل خطوبة. مع ذلك مع ذلك القانون يفهمك بأنه أي وحدة تريد تسحب خطيبها إلى أمريكا لازم تشوف بأنه هي راحت زارته على الأقل قبل سنة قبل ما تقدم على المعاملة. إذا هي تقول أني عمري كله ما شايفته هذا الشخص بس مجرد هو قرايبي ما رح يعطوها الموافقة. فمع ذلك لازم تشوف بأنه كان عندنا اتصالات متواصلة وأنا رحت زرته واتفقنا وشفنا واحد الثاني وأنا هسه أرد أسحبك كخطيبي. فالسفر إلى اليمن إن كانت خطوبة أو إن كانت زواج هو مفترض عليها في حالات. كانت هناك قبل 3 أشهر بالضبط. كل الزين كل الزين. رجعت الآن أمريكا. كل الزين عزيزي هذا الكلام مضبوط وعدها الجواز حتى تثبت أنا كنت في اليمن قبل 3 أشهر. ففي معاملة خاصة تقدر هي تقدمها والمعاملة اسمها I-129F I-129F. طبعا أنا ما أنصحك بأنه أنتوا تقدمون هذه المعاملة لحالكم لأنه في كثير فيها من التفاصيل وكثير بيها معلومات إذا عملتوها غلط رح تتأخر أو يمكن ترفض. فهي ما زال راحت لليمن ورح تشوف جوازها حاضر في معاملة تقدر تقدمها. طبعا المعاملة ما تطول غير يمكن أقل من 4 إلى 6 أشهر. بعدين لما يعطوه التأشيرة الفيزا اللي يسموها الكي فيزا راح تكون مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط. لما يدخل لأمريكا لازم يتزوجوا طبعا بخلال هذه الفترة وبعدين لازم هي تقدم له على معاملة الجرين كارت. بس خليني أحذرك بمسألة سيد سعيد. في كثير من الولايات زواج الكازنز كازنز اللي هم أولاد العم أولاد الخال أولاد العم أولاد الخالة اللي يعتبرون من الدرجة الأولى. يعني ابن هذا يصير ابن عمها. احنا مثل ما نقول ابن عمها اللح. أوكي. فهو إذا ابن عمها في كثير من الولايات تمنع من زواج الفيرست كازن. فأنت تأكد في فيرجينيا أنا صراحة عندي جميع الولايات اللي تسمح زواج الكازنز أو لا بس مع الأسف ما موجود معايا اليوم في البرنامج. فاللي أطلبه من عندك بأنه تروح تسأل مجرد تروح على الكاونتي كليرك وين ما أنت ساكن في المقاطعة وتسألهم هل يسمح زواج الفيرست كازنز في فيرجينيا أو لا. وإذا تحب أن أجيب لك الجواب إن شاء الله بالحلقة القادمة بالأسبوع القادم أجيب معايا الليستة لجميع الولايات اللي تسمح بالفيرست كازنز ميرج وأكد لك على فيرجينيا. فأنت تصنط على البرنامج وإن شاء الله أعطيك الجواب. يعني على سبيل المثل ميشيغان تمنع ممنوع منعا باتا الكازنز فيرست كازن يتزوجون لازم يروحون على غير ولاية. بس عندي معلومات نيويورك تينيسي كنتاكي فلوريدا تكساس هذول كلها تسمح زواج الفيرست كازنز. طيب فكان عندك سؤال ثاني سيد سعيد لين معايا اتصالات أخرى فشنو سؤالك الثاني؟ أيوة أختي العزيزة في عندي سؤال الله يديش العافية. في عندي صديق بده يدخل بفيزة بيزنس يعني يشتري من أجل يستثمر بأمريكا. نعم نعم نعم. أيضا يشتري بيزنس وبموجبها يتحصل على الأوراق يعني الجرين كارت والسيتيزن. بسيطة. إذا دخل هو المشكلة عنده بيزنس كبير جدا في أفريقيا وفي اليمن. كل زين. هو لو ما بيجي هنا بيقول لي كم حياخذوا وقت حتى يكمل المعاملة. كل زين. هو بيقول ما عندش مشكلة بالنسبة للفلوس 500-600 ألف. طيب عزيزي أنا معك طبعا أحسن نوع
فيز الاستثمار اللي ما تكلفها 500,000 أو مليون، هي ما تدعى بالL فيزا، وفي كثير بها تفاصيل. وهذه هي الفيزا، يعني بس حتى أجاوبك بطريقة سريعة، من أحسن الفيز حتى يقدر يدخل أمريكا بطريقة شرعية ويفتح بزنس ويقدر يروح ويجي، إن كان بين أفريقيا وأمريكا واليمن وأمريكا. هذه الفيزا مفتوحة إلى، والحلو بالL فيزا تؤدي إلى الجرين كارت. فأنا اللي أريده من عندك يا أخ سعيد، أنا عندي محامي جدا كفو في، وهذا المختص بقضايا البزنس فيزاز، ومعاها المحامية معاها إجازة في كل أنحاء أمريكا. فإذا تقدر عزيزي لما المخرج يأخذ مكالمتك، إحنا رح ننهيها، بس لما يأخذ مكالمتك رجاء تعطيني رقم تلفونك وأخليهم يتصلون معك المكتب ويعطوك رقمها وتلفونها حتى تخدم صاحبك بطريقة مضبوطة، لأنه مع سمعتها جدا طيبة، وهذه القضايا 100% تربحها جارنتي. فرجاء أن تعطي تلفونك أخ سعيد للمخرج حتى نتصل بك ونزودك بالمعلومات المحامية. أنا أشكرك، أشكرك، شكرا جزيلا لك. من عيني قناة الماس الذي هي ماس، وتعتبروا والله يعني مفضلين على ناس كثير جدا، ويعطيكم العافية أختي للجميع، وعلى للجميع قلبك الطيب. وسعدت يعني، نشكرك جدا جدا. أشكرك عزيزي على كلماتك الطيبة، وإحنا على طول بالخدمة. أشكرك على المكالمة. طيب معانا مكالمة من أم لطفي، من أم لطفي من تكساس. تفضلي عزيزتي أم لطفي، أنت على الهواء، تفضلي. السلام عليكم، كيف حالك؟ عليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله، نشكر الله. ثانك يو عزيزتي. حبيبتي أنا بدي أسألك، إحنا إلنا من عزيزتي أم لطفي، أم لطفي، أم لطفي، رجاء نوطي التلفزيون. هسه لازم نكمل 15 سنة نقدر نكمل اليوم؟ أم لطفي حبيبتي بس شوية وطي التلفزيون، رجاء وطي التلفزيون. أوكي، لأن أنا دا أسمع، دا أسمع صوت التلفزيون على صوتك. تفضلي. أوكي طيب، السؤال حبيبتي بأنه أنت معاكي الجرين كارد وصالك خفيف، أنا سامعك، أوكي. أنا سامعك خفيف. طيب طيب عزيزتي شوية أحسن، هسا قربي قربي على التلفون ووطي التلفزيون حتى تسمعيني. أنا وطيت التلفزيون. طيب التلفون والله. طيب عزيزتي أم لطفي، سؤالك رجاء عيدي السؤال. إحنا في لنا معاملة معنا جرين كارت من 2001. نعم. أنا وجوزي. نعم. فيعني لو بدنا نقدم هسا نقدر نكدم اليوم، ولا نصبر لما يصير 15 سنة، لأن إحنا منعرفش إنجليش. طيب حبيبتي أنا فهمت كل زين، بس رجاء أعطيني، لا تعطيني الأعمار، بس هل أنت عمرك أكثر من 55؟ أنا عمري 67 سنة. أوكي ما شاء الله. وزوجك العمر، الزوج عمره 76. أوكي ما شاء الله، الله يطول بالأعمار. عزيزتي خليني أفهمك بالقانون أم لطفي، المفروض تكملي بالضبط 15 سنة من تاريخ إصدار الجرين كارت. ما ممنوع تقدمي حتى لو كان في باقي أسبوع أو في يومين أو ثلاثة من تاريخ إصدار الجرين كارت. إمتى ما صدر وهو موجود التاريخ على الجرين كارت، لازم تحسبي بالضبط، حتى تحسبي الشهر واليوم والسنة، تقبطي 15 سنة بالضبط، إلك حق أن تقدمي على الجنسية، لأن العمر يساعد. القانون يقول لك إذا أنت عندك 15 سنة وأكثر من 55 العمر، اللي أنت تقريبا كفيتي، بس باقي لك يمكن سنة واحدة، فإذا هذا الشيء موجود تقدري تقدمي على الجنسية، ولازم تاخذي الامتحان، بس
تقدري تاخذي الامتحان بلغتك، يعني تمتحني بالعربي، وإلك حق أن تجيبي معاكي مترجم إن كان ابنك أو أحد من الأصدقاء أو الأقرباء، ما تفرق، تجيبي معاكي شخص يكون عمره أكثر من 18 سنة، هو الشخص يترجم لك كل الأسئلة من الإنجليزي إلى العربي، وأنت تجاوبين بالعربي ويترجم للإنجليزي. فأنت الفحص لازم تاخذي، بس تاخذي بلغت بالعربي. احنا درسناها تفسير بالعربي وقالوا له اوكي بصير بالعربي. لما اخوي راح معانا نعم. كان عمره 50 سنة كان ما بصير بالعربي لما وصلنا عندهم. طيب حبيبتي مو انا فهمتك، القانون هو لازم انت تكملي 15 سنة بالضبط من تاريخ اصدار الجرين كارت. وخليني افهمك هاي 15 سنة امتى يحسبوها. يحسبوها من تاريخ تقديم المعاملة مو من تاريخ المقابلة. يعني أنت إذا قدمتي المعاملة وعندك بس 14 سنة ونصف، بس بعدين لما وصلتي بالمقابلة أنت كملتي 15 سنة، ما تنحسب إلك، راح يصير عندك رفض ولازم تاخذي الامتحان بالإنجليزي. فأنت من تاريخ تقديم المعاملة شيء لازم موجودين، عمرك فوق 55 وفات على الجرين كارت بالضبط 15 سنة من تاريخ المعاملة، تقديم المعاملة. فهمتيني حبيبتي؟ احنا مسافر نروح نيجي، احنا مسافر ونروح نيجي عادي عادي. اذا انت عندك من 2001 الى 2000 والى يعني يوم تقديم المعاملة، اذا انت عندك سكن 30 شهر ما في مشكلة تروحي وتجي، بس لا تتأخري برا حتى لا يسحبوا منك الجرين كارت. يعني أنت إذا عندك سفريات شهر هنا شهر هناك ما في مشكلة حبيبتي، بس المفروض يكون أنت عندك سكن على الأقل، وأكيد أنت عندك سكن 30 شهر، لأن هي 30 شهر مجرد سنتين ونص، فأنت صار لك تقريبا 14 سنة، فأكيد أنت عندك 30 شهر، صح أم لطفي؟ بلى. أي عادي. أنا العام قبل سنتين نعم سفري، قبل سنتين سفري، أنا قبل سنتين جيت سفرت وجيت، بس كان لآخر مرة 6 سنوات أنا نعم ما طلعنا فيهم نعم. يعني هذا بقيت مو معانا عادي عادي حبيبتي. أنت المشكلة عندك بأنه مو إذا أنت رايحة مسافرة وجاية، مشكلتك أنت ما كملتي 15 سنة. أنت لي حد الآن إذا أنت دخلتي ب 2001 أنت مجرد عندك بس 13 سنة، يعني باقي لك سنتين حتى تقدمي يعني إلى 2016، بس أنا ما بعرف هو تاريخ إصدار الجرين كارت. يعني مثلا إذا نعم إصدار الجرين كارت 17/7 أوكي 17/7/2001 صح؟ yeah. Yeah. طيب أنت إلك حق تقدمي بالضبط 17/7/2016 yeah. أخر سنتين بعد سنتين، يعني شوية أقل، لأنه راح تكفي أنت ل 15 سنة، تكملي فترة ل 15 سنة 17/7/2016، فبعد وقت لا تقدمي لين رحت الرفضي او لازم تاخذي الامتحان بالانجليزي. انا استاذه لو سمحتي في عندي اخرى سؤال معلش. نعم تفضلي. الله يزيد فضلك. في عندي بنات مقدمتهن انا معامله، عاوزه اقدمهن المعامله، متجوزات وعندهن اولاد، يعني نعم. بصير اقدم لهن اليوم مين اسرع ولا استنى لا. عندي جنسيه حبيبتي وكتبين. اولا ممنوع ام تقدم سحب لاولادها المتزوجين على الجرين كارت. القانون يسمح صح بعد ما تتجنسي إلك حق تسحبي أولادك المتزوجين على جرين كارت، بس إلك حق تسحبي تقدمي معاملة سحب لأولادك غير المتزوجين. وأنا كثير أشكرك على المكالمة، عندنا مكالمات أخرى. شكرا أم لطفي. طيب معانا مكالمة أخرى من مريم من كاليفورنيا. أهلا وسهلا مريم تفضلي. نعم أختي مرحبا. أهلا وسهلا. أنا عندي سؤال، مرت أخوي عدا جرين كارت وعدا أهلها بالعراق من ضمن المهجرين اللي كان نازحين من العراق الأسد، تدرين الظروف اللي حصلت نعم. بالعراق نعم. فشفت بالموقع مع الفيسبوك أكو طلب واحد يقدر يقدم يسحبهم لاجئين وأسرع ما يمكن،
عندك معلومات على هذا الشيء؟ عزيزتي هذا البرنامج وين... هذا البرنامج مع الأسف بعد ما انفتح، ما اللي هي تقدر تقدم لهم كلاجئين من أمريكا هذا الشيء ما موجود حبيبتي. الشخص الوحيد إذا هي ماخذة الرفيوجي، يعني إذا دخلت الأمريكا وأخذت رفيجية وأخذت لجوء، الشخص الوحيد اللي تقدر تسحبها هو مو بس شخص، الجماعة الوحيدين اللي تقدر هي تسحبهم هو زوجها وأولادها دون 21 على الرفيجي. مع كل الأسف الأم والأب مو من ضمن معاملة الرفيجي إذا هي ماخذة رفيجي. فهل هي لا تقدر... العفو، هي دخلت بطريقة الزواج طلبية خاصة زوجها، إذا ما تقدر تسحبهم إلى أن تتجنس حبيبتي، إلى أن تأخذ جنسية مرت أخوك تقدر تسحبهم ويعتبرون درجة أولى ويجون بطريقة معجلة. فإذا ما هي أكيد هسه بعدها ما متجنسة صح؟ لو يعني بعدها على الجرين كارد؟ لا بعدها ما متجنسة بس yeah. ماخذ الجرين كارد وبس على مدار. طيب طبعا الجرين كارد عن إذا هي ماخذ الجرين كارد عن طريق الزواج المفروض بثلاث سنين هي تتجنس، فأول ما تقدم الجنسية إلها حق أن تسحب الأم والأب، تسحبهم كهجرة يعني لا كرفيجي. بخلال هالوقت لازم تظلون تابعون ويروحون يسجلون لو بأربيل لو بتركيا، بس مع الأسف ما أقدر أقول لك هذا الموضوع، دي يستعجلون بي دي يشتغلون بي، بس ما عندي معلومات وما سمعنا بأنه أكو استعجال بالموضوع. طيب يعني على أساس الظروف اللي صارت بالعراق هذا الخاص يعني للاجئين للنازحين اللي يعني متبهدلين وما عندهم طرف. نعم أكو في تسجيل حبيبتي، لأن باقي لي بالضبط 15 ثانية على البرنامج، بس في تسجيل حاليا موجود في تركيا، بس هي مو من السهولة أن نقولهم للعالم تعالوا عوفوا أخذوا روحوا طلعوا تركيا. إذا أمكن يقدرون ينتظرون، لأن أعتقد راح يفتحون تسجيل في أربيل بس ما أقدر أقول لك 100%. وانتهى وقت البرنامج مع كل الأسف، وأشكرك مريم على المكالمة حبيبتي وظلي تابعي الأخبار. طبعا أعزائي المشاهدين أتمنى أن في عندنا حل لجميع أهالينا المشردين والمتعذبين في بلادنا كلها، في بلادنا في الميدل إيست في الشرق الأوسط. بس إذا ما تتغير السياسة الأمريكية وإذا ما يكون أكو تغيير جدا جذري ويفتحون فروع هناك حتى يساعدون أهالينا، مع كل الأسف إحنا المحامين ما نقدر نقترح عليكم أي شيء آخر ما عدا بس الصلوات والصبر ونتمنى لكم الحظ للجميع. أشكركم على جميع مكالماتكم وإن شاء الله نلتقي بكم بحلقة أخرى الأسبوع القادم. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.